صلى الله عليه وسلم، وشروطه خمسة: تعيين الزوجين، فلا يصح تزوجك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها بابني وله غيره حتى يميز كل منهما بإسم أو صفة. نعم، شروط النكاح شروط صحته، شروطه يقصد شروط صحته، شروط صحة النكاح خمسة. الشرط الأول تعيين الزوجين، لابد تعيين الزوجين. فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة، عنده ثلاث بنات، يقول لا أنا فاهم من يقصد، ما يصلح فاهم من يقصد، لازم يحدد من ابنتك. لو كانت عنده بنت واحدة ما في مشكلة، لكن إذا كان عنده أكثر من بنت لا يصح حتى يعين، يقول ابنتي فلانة، وقد يكون يمكن زوج غير ابنة فلانة، وهذا ترى وقع، هذا وقع في غير شريعتنا، لكن هو المشهور أنه وقع. يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقولون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله في حوران، هو أبوه في القدس، فلسطين القدس، فذهب إلى خاله في حوران، فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله، ثم بعد ذلك طلب يد ابنة خاله، فذهب إلى خاله قال أريد أن أتزوج ابنتك فلانة، قال تب، فلما جاء العقد قال زوجتك قبلت انتهى، دخلوا عليه أخته الكبرى، ما دخلوا عليه زوجته اللي بغاها، فقال ما دخل عليه، قال ما هذا يا خالق، احنا ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، فزوجوه الكبير. فلا بد إذا من تعيين الزوجين، لا بد أن يحدد ابنتك فلانة، ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك وعنده أكثر من ابن أيضا، وهذا يقول قبلت، قبلت ماذا؟ قبلتها لفلان أو فلان أو فلان، قبلت فلانة أو فلانة أو فلانة، فلا بد أن يحدد من هو الزوج ومن هي الزوج، لا بد من التعيين. إذا كان هناك أكثر من شخص ممكن أن يصدق عليه الكلام، إذا كان للأب عفواً للولي، إذا كان للولي أكثر من مولية، وكان للزوج ولي الزوج إذا كان صغيراً أكثر من ابن، فلا بد من تعيين الزوجين، من هي الزوجة ومن هو الزوج، لا بد من التعيين. هذه القضية مهمة جداً. قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل واحد منهم باسمه أو اسم ابن الصغير، ابن الطويل، بنتي الصغيرة، ابنتي الكبيرة، يحدد بحيث أنه تعرف إما باسمها وإما بوصفها. نعم.